اهلا وسهلا بحضراتكم وتغطيه جديده من موقع صدى البلد الاخباري. النادي الاهلي ويعني مصاعب مستمره وتتكرر نتيجه الاصابات اللي بيتعرض ليها لاعبيه قبل مباريات مهمه جدا وحاسمه في طبعا بطوله الدوري المصري اللي بيتصدره حاليا النادي الاهلي، وايضا بطوله كاس مصر. لعنه الاصابات الحقيقه مؤخرا اصابت يعني الشياطين الحمر زي ما بيتقال عليهم، طبعا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واصبح السيد كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي في موقف لا يحسد عليه بعد تعدد الاصابات قبل المباراتين الهامتين. زي ما قلنا لحضراتكم، الاهلي مفترض انه هيقابل فريق سموحه في نصف نهائي بطوله كاس مصر، ودي المباراه المقرر ليها بكره ان شاء الله الاثنين الساعه 5 مساء، وينتظر ايضا لقاء مهم جدا مع غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 21 يناير في قمة مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز. نادي الأهلي الحقيقة بيدخل هاتين المباراتين الهامتين والحاسمتين أيضا، وهو يخسر جهود عدد من اللاعبين الأساسيين الحقيقة في التشكيلة اللي بيعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. طبعا الأهلي بيخسر جهود مدافعه الأساسي محمود متولي بعد طبعا حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، وده طبعا عقب انتهاء اللقاء بسبب اعتراضه على الحكم، وبالتالي هيغيب محمود متولي عن لقاء القمة أمام الزمالك، وأيضا مش هيبقى موجود في مركز قلب الدفاع سوى محمد عبد المنعم. طبعا رغم أن محمد عبد المنعم لسه عائد من إصابة وقد تكون جاهزيته للمباريات مش في أفضل حال، طبعا لأن حضراتكم عارفين اللعيب وهو راجع من الإصابة بيحتاج فترة على ما يدخل في فورمة المباريات. طبعا من هنا تبقى مشاركته هو الآخر أيضا غير مؤكدة في المباراتين المهمتين اللي بياخدهم النادي الأهلي خلال هذا الشهر. طبعا ده إلى جانب بقى يعني رامي ربيعة هيبقى خيار وحيد أمام مارسيل كولر، وأيضا هيغيب عن لقائي الزمالك وسموحة. طبعا مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم، واللي أثبتت الأشعة إصابته بشد قوي في العضلة الضامة، وهيحتاج أيضا فترة علاج لا تقل 10 أيام، وبالتالي مش هيلحق لا مباراة سموحة ولا مباراة نادي الزمالك. ضربة أخرى كمان يعني موجعة جدا تلقاها النادي الأهلي على صعيد الإصابات بعد تأكد إصابة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق بعد خضوعه لجراحة أعلى الجفن، واللي استدعت يعني خياطة كده 20 غرزة، وده طبعا بعد تدخل قوي من حارس مرمى النادي المصري محمود جاد مع محمود أفشة، وبالتالي أيضا أفشة هيغيب عن لقاء سموحة، ويعني قد يشارك في مباراة الزمالك ويلحق بيها أو لا، يعني مازال الموضوع غير محسوم بنسبة كبيرة جدا. وينضم أيضا لكتيبة إصابات نادي الأهلي أو مستشفى النادي الأهلي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، وطبعا لاعبين مهمين جدا، وإن كان من الممكن إن طاهر قد يلحق بمباراة الزمالك، ولكن لو لحق هو الآخر
بهذه المباراة هيكون مشاركته على فترات، لأن برضو جاهزية اللاعب مش كاملة، لكن كل هؤلاء اللاعبين يغيبون بنسبة 90% عن مباراة سموحة، وإن كان لاعب أو اتنين من يعني طاهر وأفشة هم اللي ممكن في احتمالية لأنهم يلحقوا بمباراة الزمالك. والحقيقة المباراتين بالنسبة للنادي الأهلي مباراتين مهمين جدا، نصف نهائي كاس مصر ومباراة قوية تنتظر النادي الأهلي أمام سموحة، وتخطي هذا العقبة هذه العقبة طبعا هيوصل النادي الأهلي إلى الدور النهائي، بالتالي هي مباراة في منتهى الأهمية. ولا تقل عنها طبعا مباراته أمام نادي الزمالك في قمة الدور الأول في الدوري المصري الممتاز. طبعا في فرق نقاط ما بين الأهلي والزمالك حوالي 3 نقط، وبالتالي المباراة مهمة جدا للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. الأهلي متصدر جدول الدوري وبيحتاج للفوز لتأكيد تصدره للدوري المصري الممتاز، ومن ناحية تانية هيوسع الفارق كمان ما بينه وما بين نادي الزمالك غريمه التقليدي في هذه البطولة وحامل اللقب أيضا لهذه البطولة لموسمين متتاليين. نادي الزمالك طبعا بيدخل هذه المباراة وهو يعني بيحاول انه يعني يقلل الفارق النقاط ما بينه وبين النادي الأهلي، وبالتالي من هنا هي مباراة مهمة جدا، ليس فقط على انها مباراة قمة ومباريات الأهلي والزمالك دايما بيكون فيها إثارة وجدية وندية، لكن صراع النقاط مهم جدا، والأهلي يدخل هذه المباراة وهو بيفقد كتيبة كبيرة جدا من نجومه. طبعا بنتمنى الشفاء لكل مصابي النادي الأهلي، ودي كانت أهم التفاصيل الخاصة بالمباريات الهامة اللي بيدخلها النادي الأهلي خلال شهر يناير، وأيضا الإصابات الحقيقة اللي ضربت لاعبيه. كل التوفيق للنادي الأهلي وجماهيره. بنشكركم طبعا في نهاية هذه التغطية، وانتظرونا في تغطيات أخرى من موقع صدى البلد.